قائد ريال مدريد سيرخيو راموس لمباراتين بعد تعمده الحصول على البطاقة الصفراء أمام أياكس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وبموجب هذا القرار سيغيب راموس عن تشكيلة الملكي في مباراتين متتاليتين بدوري الأبطال، الأولى في إياب ثمن النهائي أمام أياكس والثانية التي تليها سواء تأهل الريال إلى ربع النهائي أم لا. بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف، أصدرت لجنة الانضباط غرامة مالية في حق راموس مؤكدة أنها استندت في اتخاذ القرار لتصريح القائد الملكي بتعمده الحصول على البطاقة الصفراء أمام أياكس. لم يكد ريال مدريد يستفيق من آثار الهزيمة أمام برشلونة في نصف نهائي كأس الملك حتى تلقى صفعة موجعة بتوقيف قائد سيرخيو راموس لمباراتين أوروبيتين وتغريمه ماديا. راموس أراد الغياب لمباراة واحدة فقط حسب تخطيطه المسبق، لكنه تحصل على اثنتين بعد أن ثبت تعمده الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد خطأ مجاني في الدقائق الأخيرة من اللقاء. حسابات القائد هذه المرة كانت خاطئة بنسبة كبيرة ليكلفه ذلك الغياب عن إياب ثمن النهائي أمام الفريق الهولندي وذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه الملكي إلى هذا الدور. وكان قلب دفاع الملينغي قد ألمح بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه أمام أياكس إلى أنه تعمد نيل البطاقة ليغيب عن مباراة الإياب بدلا من المخاطرة بنيل إنذار في الإياب ليبعده بالتالي عن ذهاب الدور ربع النهائي في حال التأهل، ليدخل الاتحاد الأوروبي على الخط ويبعد القائد راموس لمباراتين. توقيف سيعقد أكثر مهمة فريقه بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا، كما أنه سيزيد من متاعب مدربه سولاري الذي ما يزال حزينا بعد الخسارة أمام برشلونة.